عجبتني. سيدي ياب توحشتني قوي 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 يا سيدي ياب. وانا كمان توحشتك. كيفك وكيف ولدي؟ بخير يا سيدي طول ما انت بخير. المهم دلوقت اراضيك فين؟ عمل زي الطير المهاجر، كل ليلة ببياتي، كل بياتي بليلي، عمال ألف وأدور في بحر مالوش أول ولا آخر. يا حكمت إن شاء الله ترسلك على بر يا سيدي، البيت مالوش عازة من غيرك. تعيش يا حكمت. أنا مش مصدق إنك واقف قدامي دلوقت. نورت بيتك يا سيدي. المهم خير بعد يموت الكبير، ما فيش خير واصل. في مرة رب حلقي، حاسس روحي بتتسلت مني، حاسس الدنيا خرم يبره، ما شايفش قدامي واصل. ليه بس يا سيدياب؟ معيش فلوس، دي حتى حصلت طاهر يصرف علي. سلامة روحك وقلبك يا سيدي، وما تشيلش هام واصل، الخير كتير والحمد لله. خد دولي. جبت الفلوس دي منين يا حكمت؟ اوعاك تكوني بعتي. لا بعت ولا اشتريت يا سيدياب. عمك وعياله ما رديوش يدوني ايجار الارض، شيعت لهم عمي صادق بيه، هو اللي جاب لي الفلوس منيهم. خدهم يا سيدياب خدهم، دي نصيبك من ايجار ارض ابوك الله يرحمه. ربنا ما يحرمنيش منك واصل، خليك لي يا ام منصور. وعمي الخسيس ده ليه حساب تاني معاه؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. المهم انا توحشتك قوي قوي يا سيدي. ايوه حاضر حاضر جايه. ها في حد عندك يا حكمت؟ حد زي مين؟ أمال إيه الصوت الخشن اللي سمعناه ده؟ قصدك إيه يا نجيب؟ هيجي منين الصوت الخشن؟ أيوة صح، إيه اللي هيجيب راجل هنا؟ هي قالت لك ها؟ عن إذنكم عاد تعبان وعايزة أريح جدتي شوية. إذنك معاكي يا غالية. يلا يا أختي مشي.